السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة، وبالضبط جامايكا. مباشرة من تمارة وبالضبط من جامايكا، كما كتشوفوا الإخوان، هذه الصور الحصرية. اليوم السبت، هذه الاجواء. الشمس، كاين سمع الحوت مشى كيجري، اكيد مجموعه من البنايات باقي كنتسناو شنو غيكون المصير ديالها. وهنا عندنا منازل. واحد التعليق تلاحيه في واحد الفيديو، باقي ما ريبوش المنازل علاش غيريبو؟ الا كانت شي حاجه الاخوان. المنازل راه الناس راه عندهم الورقات ديالهم، الامور ديالهم بانيه، الامور مزيانه ديالهم، هذا هو اللي كاين اخوان. كنشوفو هنايا التراكس خدامه، الرموكات خدامين، كيجمعوا الدنيا هنايا، هذا هو اللي كاين. انتم كتشوفوا الامور كيفاش ولات هنا. بالنسبه لعمليه الهدم مستمره، ربما انخفاض في الارقام اليوم. كنبغيو ناكدوا على واحد النقطه اللي هي مهمه، واللي كتعلق بعض الاسر اللي ما كانتش عندها الامكانيه باش تشملها عمليه الهدم، فكان ولا بد ان تعطاها واحد الفرصه ريتامه. يلقاو الناس الكرا، يلقاو كيفاش يديروا، فكنشوفوا براكه جوج ثلاثه كيعاودوا يريبوا من جديد. فكنبغيو نهضروا على ان الارقام قطعت اشواط متقدمه. نهايه دور الصفيح بتراب عماله صخيره التمره، باقيين وقعت في بعض المدن اللي تابعين للجماعه فيهم البرارك، واللي غادي نواكبهم معكم ان شاء الله، كسيدي حيا، كالصباح، كعين عوده. بعض النقاط عين عوده شي حاجه قليله، فخليكم معنا. فكما كتشوفوا معنا دائما متتبعينا الكرام، هنا بالجنبات ديال صيدليه عالي، واحد النقطه مهمه الاخوان. بزاف الناس باغيين يبنيو حاليا البقاعي ديالهم، كيتساءلوا على ما سبب توقف عمليه البناء في البقاع المخصصه او اللي كان فيها البرارك. هذا هو السؤال. البلايص اللي كانوا فيهم البرارك، كاين ربما بعض الاشكالات اللي غتحل في القريب العاجل. هنا مجموعه من البنايات الاخوان، هنا كانوا افراد جيش بداية، كانوا كذلك كانوا قاطعين دور الصفيح. كما كتشوفوا الاخوان الصوره، فانا نخرجوا هنايا انخلها الشجار، تبارك الله، صور حصريه. الطريق هذه كتخرجنا جهه الياسني، كتخرجنا جهه قلوش، يعني مجموعة من النقط المعروفة والمشهورة بمدينة تمارة. فصراحة صور غتبقى للذكرى، صور اللي صراحة الناس مساكنة باش يستوعبوا أنهم خاصهم يريبوا ويخرجوا يكريوا ريتما تسوى الوضعية ديالهم، فراه ماشي من السهل. فبرافو على التفاعل الإيجابي، ما نكذبش عليكم، راه ما سهلاش الإخوان، أقسم بالله ما سهلة. والله يعوض بمحسن، الله يعوض بمحسن، والله يفرجها يا ربي على كل واحد، الله يفرجها على كل واحد. هادشي اللي كنتمناو الاخوان. كما كتشوفوا معنا دائما كنقربوكم من اخر المستجدات. هنايا كتشوفوا واحد البنايات كبار الاخوان الوسط، هنايا فيهم الشجار، فيهم النخال، فيهم امور اللي هي كبيره. لي جورا ريضال، كنظن جورا ريضال، فغادي نحاولوا ان شاء الله نقربوكم من ديك الامور كامله ان شاء الله عما قريب. صور حصرية من قلب جامايكا. كاين بنايات اللي رابت، كاين بنايات اللي باقي ما رابتش. كما كتشوفوا معنا دائما عمليه الهدم متواصله. كما قلت لكم كاين بعض النقط اللي باقي ما شملاتهاش عمليه الهدم. هانتوما الخروج، هادشي كلشي مشى هنايا، صور حصريه. كنشوفوا مجموعه من المنازل هنا اللي كانت محاصره بمجموعه من البراريك، فبدينا كنشوفوا بعض الديور، بعض النقاط. الله يدير لي فيها الخير يا ربي للجميع، هادشي اللي كنتمنى، والله يدير لي فيها الخير للجميع، الله يدير لي فيها الخير للجميع. العمليه صعيبه هنا في جامايكا، علاش؟ كاينين الديور هنا
كتلقى دار وسط الدوار، دار وسط الدوار، جوج ديور ثلاثة ولا صف ديال الديور وسط الدوار. هنا عملية الهدم ما كتبانش 100%، ولكن اللي كنبغيو نأكدوا عليه أن العملية ديال الهدم متواصلة وتشرف على النهاية. هذا هو اللي كاين الخوت. هنا صور حصرية كما كتشوفوا معنا، نتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. هادو الزوار مرخصين فينا هادو، ولا سميتو عندهم البلانات ديالهم، عندهم المسائل ديالهم. فكما كتشوفوا معنا دائما متتبعينا الكرام، في انتظار نهاية الدور الصحيح وبداية المشاريع الكبرى. فكنشوفوا المشاريع الحمد لله انطلقات من جهة شارع الحسن الثاني، كاين أمور اللي جاية في الطريق اللهم لك الحمد. فالخير القدام كيف ما كنقولوا. نحاول نعطيكم هذه الزاوية هذه حتى نشوفوا بالضبط شنو كاين الإخوان. باش نغيروا الاتجاه، ندير واحد الإطلالة من هنايا. أكيد تشوفون كذلك الخوت، عملية الهدم في كل مكان. عملية الهدم في كل مكان، نتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. إخوان واحد النقطة مهمة نشير ليها هو أن هاد الناس اللي في الديور هنا راه ما عندهمش الماء، راه كيسقيو الماء. الناس كيسقيو الماء هنايا، الناس راه ما عندهمش الماء هنايا في انتظار أنها تدوز الخدمة ديال الماء وتعاود الأمور. فصراحة الأمور اللي طرات في واحد الوقيتة صراحة كطرح تساؤلات كبيرة وكبيرة بزاف، تساؤلات كبيرة وكبيرة بزاف الإخوان. فربما مع التدخل ديال السيد الوالي غنشوفوا تغييرات كبيرة، غنشوفوا أمور اللي هي مهمة في قادم الأيام. فنتمناهم الله الخير والتيسير للجميع. دائما مباشرة من قلب جامايكا. صراحة كنشوفوا أمور اللي ماشي سهلة، والله العظيم والله العظيم ما سهلة. غيدوزو شوارع الاخوان هنايا، هنا غتكون واحد الشارع طالع بعدا مع الطريق هادي هنايا، واحد الشارع غيكون طالع من هنا وشارع غيكون دايز قدام الدار هادي، الظهر ديالها، الظهر ديالها راه كاينه دار اخرى. انا بنايات اللي غتشمل عملية الهدم، بنايات كبيرة، ناس مساكن كاين اللي ملقاش فين يمشي، كاين اللي ملقاش فين يمشي يكري، والكرا داير 2000 درهم، 2000 درهم الا ضربتيها في 10 راه مشكلة، 20,000 درهم، جوج المليون، جوج المليون في 10 شهور، يعني جوج المليون ونص تقريبا في العام قاصحة. خصوصا الناس غتريب وتخرج تكري وعاد دير القرعة وتسنى الإجراءات الله يدير شي تاول ديال الخير، والله يصاوب الجميع، الله يصاوب الإخوان، هادشي اللي غنقولو.